إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك اشترك الآن في الآن القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. الراجل الجميل ده بيقول لك put choose belong not belong subset not subset. عايز افكرك الحاجات دي انت درستها في جريد 5 يا مستر. عشان اختار belong او not belong انت محتاج يبقى element. يعني ايه element؟ يعني زي النيجاتيف 3 كده ما معهوش braces. طب وسبست ونوت سبست زي نيجاتيف 5 معاه بريسز. طب ايه برضه انا مش فاهم يا مستر؟ تعال نشوف. يا نيجاتيف 3 هنا ان، هل النيجاتيف 3 موجوده في الان؟ لا يا مستر، ده الان دي فيها البوزيتيف، يبقى اول واحده هختار نوت بيلونج. طيب تعالى باللي بعديها اللي هي بي. هنا مديني 6، طالما 6 تقول له بقى هكنسل اجابتين، يبقى يا سبست يا نوت سبست. طيب يا نيجاتيف 5 انت موجوده في الزد؟ يبقى نختار مين؟ سبست. يبقى هنا اخترنا نوت بيلونج وهنا اخترنا سبست. طيب تعالى نلعب. يا زيرو انت ايه علاقتك بالبوزيتيف؟ انت قلت من شويه انه نايذر نور، يعني لا موجود في البوزيتيف ولا، يبقى هنختار نوت بيلونج. نروح هناك بقى 1 ونيجاتيف 2. طب ال1 موجود في الان، هل يا مستر نيجاتيف 2 موجوده؟ طب ليه ما نقولش نوت بيلونج؟ اقول له عشان انت ست، يبقى نوت سبست. يلا زد نيجاتيف وزد. اسمع بقى حبيبي، الزد دي ست ودي ست، وطالما ست يبقى سبست او نوت سبست. وطبعا يا مستر كلنا عارفين ان تزيد نيجاتيف حته منها يبقى ايه؟ سبست. يلا اللي بعدها يا مستر، ده فراكشن 7 على 11 ده فراكشن، هل الفراكشن موجود في الانتجر؟ يبقى نختار ايه؟ نوت سبست. هسيبك انت بقى تكمل بنفس الطريقه وتعالى نشوف انذر اكزامبل. حبايبي حد بيسأل يا مستر نمبر اتش ايه السيمبل ده؟ اقول له العلامات دي بتاعت الابسليوت، والابسليوت ده يا مستر في نمبر اتش دايما يخرج لي الاليمنت اللي جوه بوزيتيف، فده هيبقى 65. هل ال 65 موجوده في النيجاتيف؟ ما نقولش غلط، نقول ايه؟ نوت بيلونج. يبقى ده هيخرجه لي بوزيتيف والبوزيتيف نوت بيلونج. فكر ولو وقفت معاك حاجه ابعت. تعال نشوف انذر اكزامبل. بصوا بقى معايا يا مستر، كويشن 2 كله زي اللي انت قلت عليه. ايه اللي انا قلت عليه؟ ان انا لما ادي لك ان وزد وبوزيتيف ونيجاتيف مش عايز تغلط، اعمل النمبر لاين. ومش كده وبس، واجي في النص زيرو، مش كده وبس، وادي 1 واطلع كده واقول بوزيتيف، ومن الزيرو ارجع كده واقول ان، وهنا نيجاتيف 1 وارجع واقول نيجاتيف. اول ما هتعمل الشويه دول حضرتك مش هتغلط ابدا. تعال نقول الكلمتين. حبيبي قلت لك اهم نقطه تتعلمها في اول الترم، ان لما اقول لك البوزيتيف يونيون الزيرو يونيون النيجاتيف، دول يدوني مين؟ اكسلنت، دول يا مستر يدوني الزد كلها. طيب تعال بقى نقول اللي بعديها. يا زد انت ان معاك ايه كمان؟ انا لو عملت الراجل ده، بص بقى معايا، وقلت انا هاخد الان، يبقى اخد ان ومين عشان يدوني زد؟ ازعل منك، نيجاتيف. ما انا هاخد دي كلها، يبقى لسه ما خدتش النيجاتيف. بص مع كل مساله وشوف بحل ازاي. تعال نشوف اللي بعديها.
البوزيتيف انترسكشن النيجاتيف، هل في بينهم انترسكشن؟ هل في بينهم كومن؟ بص بقى، زد ماينس ان، يعني زد كلها دي هاخد منها الان، يتبقى ايه؟ النيجاتيف. يبقى تبقى الزد نيجاتيف. عايزك تبص على طريقه الحل، بحل ازاي؟ طيب يا مستر احنا لسه ما فهمناش، الراجل ده بيقول لي زد عايز اعمل ماينس، يعني هاخد منها النيجاتيف. انت هترسم كل ده، لما اقول لك زد تقول لنفسك انا كل دي، طب انا ماينس هاخد منها الان، فين الان يا مستر؟ اهي اداري الان، ما انا عملت ان اداري الان. مين اللي اتبقى؟ اتبقى الحته دي اللي هي انت مسميها نيجاتيف. هو ده الطريقه. طب معلش يا مستر عيد تاني، زد هناخد منها النيجاتيف، استنى دي كلها الزد هاخد منها النيجاتيف، ايه اللي اتبقى؟ ومعاه زيرو، ما لما اقول بوزيتيف يبقى معاه زيرو، طب انا مش عايز اقول بوزيتيف وزيرو، يبقى ممكن اخد مين؟ الناتشورال كلها، ان كلها. سيبك من الكتابه وخد بالك من طريقه الحل. طب بص كده بيقول لي البوزيتيف هعمل لها يونيون زيرو، انا راسم النمبر لاين، ادي الزد بوزيتيف، هزود عليها الزيرو، يبقى انا هاخد دي والزيرو، لما اقول اخد دي والزيرو يبقى هناخد شكرا. بالراحه، دروسك محتاجه فهم وتكرار، فهم وتكرار. طب معلش مش فاهمين، عيد تاني يا مستر. بيقول لي زد بوزيتيف اعمل لها يونيون مع مين؟ تديني ان، برضو هرسم النمبر لاين، ما هو ده المفتاح. انت بتقول لي ان، ادي دي كلها ان، طب انا واخد منها زد بوزيتيف، يبقى مين لسه؟ يبقى اروح جاي هنا واكتب له الزيرو. بس اسمع، اوعى تعمل له الزيرو كده، لازم الكيرلي بريسز عشان دي ست. بنفس الطريقه حبيبي، جرب تحل دي، جرب يا مستر. انا بقول لك زد بوزيتيف يونيون ان، دي ودي، اتحاد دي مع دي، دي لما اضيفها لدي، دي لما زودها على دي، هات هتعمل لها حاجه؟ يبقى ان. لازم تتعلم تاخد وتدي مع نفسك. طب بص يا مستر واحده كمان، زد هعمل لها انترسكشن ان، يعني ايه الكومن بين الزد كلها، بين الزد كلها والان، ايه الكومن؟ اقول له الان كلها، عشان كل العناصر، كل الاليمنت اللي في ان موجوده في الزد. طب بص دي ان هماينص منها الزد بوزيتيف، ان دي كلها اخد منها دي، يتبقى الزيرو. هتلاقي كل اللي انت بتقوله يا مستر بالراحه كده بيتحل لما ترسم نمبر لاين. اخر واحده بص بقى، ان هماينس منها الزد، معقوله يا مستر الان دي اقدر اخد منها دي كلها؟ لا، يبقى مفيش. ادي يا بابا مجموعه اسئله على بيلونج ودازنت بيلونج، سبست ونوت سبست، وكمان الديفرنس. جرب ان انت تحل. يلا انا شغلت. اوكي بص حبيبي، الراجل الجميل ده بيقول لك رايت ان انتجر ريبريزنت سيتويشن، لما يبقى عندي كلمه بلو، بلو البلو دي حبيبي، يبقى دي بتعمل لي ريبريزنت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. شكرا، يبقى نكتب له نيجاتيف. طب واحده كمان يا مستر، بص كده، احمد withdrew كذا from his bank، withdrew يعني احمد راح خد، احمد سحب من البنك، يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انكريز ولا ديكريز؟ نيجاتيف يا مستر، ده راح خد. طب معلش نقول تاني، التري 4 متر هاي، هاي اباف، اباف اباف بوزيتيف يا مستر. فورورد برضه مش عارف ليه بتخبطه، فورورد يا بابا يعني افتر. طيب معلش، ديبوز يعني الراجل ده عمل وين، عمل بروفيت، كسب بروفيت، ايوه كده. لكن اللي تحتها لوز نيجاتيف،
جين. جين يعني وين؟ بوزيتيف. بروفيت بوزيتيف. ديكريز ديكريز. شكرا يا مستر. لما يقول لك حبيبي ريبريزنت على النمبر لاين وادالك نمبرز، بص كده ادي يا مستر النمبر لاين، في مشكله؟ انا كل اللي عاوزه ان انا بس اعمل الزيرو يا مستر، هو مش محتاجه بس انا هعمله. اسمع، هسال نفسي انت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى في الرايت ولا في الليفت؟ شكرا، يبقى هنا في الرايت. في مشكله؟ يبقى اروح كاتب الثري. نيجاتيف 1 في الرايت ولا في الليفت؟ في الليفت. شكرا، ادي نيجاتيف 2. استنى يا مستر، بعد كده في ايه؟ في 2، ادي 2. وفي نيجاتيف 4، ادي النيجاتيف 4. استنى بس يا مستر، انا مش محتاج اكتب نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، مش محتاج اكتب هنا ال 1. لا، انا هشتغل على قد النمبر اللي هو مديهوني، دي اول حاجه. مش محتاج اقول له ده النيجاتيف وده البوزيتيف، لا. كل اللي انا عاوزه منك نمبر لاين، كل اللي انا عاوزه منك الاليمنت دول، النمبرز دول، هم موجودين في الرايت ولا في الليفت. الراجل ده عايز يشوف طالب بيفهم ولا هياخدهم يرتبهم وبس. لا، مش عايز اكتر من كده. لا، طب يا مستر ينفع اجي عند دي واعمل سيركل واقفلها؟ يبقى هو اللي انا اقصده ان انا بس الحاجات اللي انا محتاجها اعمل لها سيركل كده. بس. ايوه حبيبي، بس ما تكتبش كل النمبرز، ما تكتبش حاجه هو مش عاوزها. تعال نشوف انذر. حبايبي، من ضمن الحاجات اللي هنبدا دراستها السنه دي وتفضل تكمل معاك في السكندري، انه ممكن يقول لك كلمه انفرس، استنى، اوبوزيت، استنى، اديتيف انفرس. اشمعنى؟ اصل انا هدي لك بعد كده حاجه اسمها مالتيبليكتيف انفرس. انا بقى كل اللي عاوزه لما يقول لك الكلمه دي، الكلمه دي، بص معايا، لو انا عملت نمبر لاين ادي الزيرو، مش احنا قلنا الراجل ده نايذر نور، يعني هو مش في البوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اسمع بقى، لو قلت لك 1، مين الاوبوزيت بتاعه؟ مين الانفرس بتاعه؟ مين الاديتيف انفرس بتاعه؟ تقول لي نفسك الراجل ده لو كان بوزيتيف يبقى الانفرس او الاديتيف انفرس نيجاتيف. طب يا مستر، هل انا هعمل نمبر لاين؟ لا، انت كل اللي هتعمله تقول لنفسك انه لو كان بوزيتيف يبقى نيجاتيف. تعال نقول تاني، لو قلت لك الاديتيف انفرس لنيجاتيف 2، هل هعمل نمبر لاين؟ لا، كل اللي عليك تقول انت ايه؟ نيجاتيف. يبقى الاديتيف انفرس بتاعه بوزيتيف. كمان مره، لو قلنا 6 يبقى الانفرس بتاعه نيجاتيف 6. طب لو قلنا نيجاتيف 2 يبقى الاديتيف انفرس. شكرا. طب لو قلت لك زيرو، زيرو عشان نايذر نو. تعالوا نلعب اللعبه دي مع بعض تاني، نبص كده في الاكزامبل اللي عندي. لما يجي يقول لي فايند ايتش اوف ذا فولوينج، او يقول لي فايند ذا ريزلت، تعالى يا مستر ناخد مثلا سي نمبر ايه. الراجل ده مديني السيمبل ده الابسوليوت. تعالى افكرك كنا بنكتبه ازاي في الكالكوليتر. في الات الابسوليوت بيبقى اول واحد علامه الابس، مفتاح مكتوب عليه اي بي سي، عباس. طب والات تانيه موجوده فين؟ بص معايا لو سمحت، بص يا بابا، هندوس على، هصغر عشان تشوف اهو، هصغر، يبقى هندوس على مفتاح الشيفت، وعندي مفتاح مكتوب عليه اتش واي بي اهو، هيروح كاتب لي الابسوليوت، ادي علامه الابسوليوت. جواها بقى ازاي نكتب؟ بص معايا لو سمحت، ازاي نكتب؟
عايز اكتب نيجاتيف 3. بص حبيبي المفروض، اصبر يا بابا، اصبر يا حبيبي، المفروض يا بابا ان انت عندك هنا ده، ده مفتاح النيجاتيف. يبقى لو عاوز اكتب نيجاتيف 3 اروح رايح يا مستر على، ثواني حبيبي عشان الناس تشوف حبيبي، هو صاحب الآلة صاحب الكرة فعايز يلعب بالكرة هو، يبقى ادي نيجاتيف وادي 3 كتبت، اه نخرج بعد كده في بلس اكتب بلس، في ابسوليوت تاني اروح عامل شيفت وادي علامة الابسوليوت تاني، بعد منها تو عادية اهي واخرج، وبعدين هقول كلمة ايكوال هيديني الريزلت او الانسر. يا مستر احنا اتدربنا من الفيرست ان السيمبل ده ابسوليوت، السيمبل ده لو هنا عندي النمبر نيجاتيف يخرج بوزيتيف، بوزيتيف يفضل بوزيتيف. يعني فيما معناه ان الراجل ده لو حط لي هنا اكس وقال لي الاجابه 5 مش ممكن دي تبقى نيجاتيف 5 وممكن تبقى 5، يبقى عندي كام حل؟ حلين. يبقى لما اجي اقول لك اكس ايكوال كام تقول له 5 اور نيجاتيف 5، هو ده اللي نقصده حبيبي. سؤال الابسوليوت افهم، الابسوليوت ده وظيفته بيديني النمبر دايما بوزيتيف، بناء عليه لما انا ادي لك هنا اكس يبقى اكيد اكس انت ممكن كنت تبقي نيجاتيف 5 فتخرجي 5، وممكن تبقي 5 اللي هي بوزيتيف 5 وتخرج 5. ده سؤال الابسوليوت حبيبي، سؤال فهم وليس حفظ.